خلينا نروح ايضا لفيديو. بصراحه الفيديو لما شفته انا شوي ما استوعبت شو عم بصير. هالامراه اللي شايفينها تمتلك مهارات غير عادية ونادرة جدا، مثل الهرولة والقفز فوق الحواجز كالحصان، حتى انه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا عليها لقب المرأة الحصان لقدرتها على المشي مثل الحصان تماما. انا ما عم بحكي شيء غلط، انا عم اقول لكم مضبوط، هلا شوفوا بعينكم. لتصير هي حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية وتحقق شهرة عالية بسبب هالموهبة الغريبة يلي عندها ياها. خلينا نتابع بعض من مهارات المرأة الحصان.